يبتدي يغير، ولا اللي عمله دوت بانه بدا ببعض البدلاء ثم ارتكن. ودي كره خطيره مش ممكن، يا المعجزه تتحقق، المعجزه تتحقق، واحمد عبد الباقي يا مش ممكن يا جماعه، هذا الكلام ولا في الاحلام، هذا الكلام ولا في الاحلام. احمد عبد الباقي يتلقى تمريره بينيه ويحط الكوره وتتهادى تتهادى، ويحاول معاها صلاح سليمان، ويحاول معاها في الاول رامي صبري، وتعدي الكوره تتهادى في المرمى وتبقى جول 2-1. ايه ده ايه ده ايه ده يا جماعه، ما يحدث هو معجزه، معجزه. فريق كان صعوده اصلا الى دور الثمانيه بمفاجاه عبر المقاولين وعبر اف سي مصر، والان يكمل المغامره. والسؤال اللي طرحته من بدايه اللقاء من الدقيقه الاولى، هل تستمر مغامره فريق المريخ؟ ادي الكابتن محمد عبد الرحمن اللي الحقيقه عمل المعجزه حتى هذه اللحظه، عمل المعجزه حتى هذه اللحظه. المريخ يعمل معجزه